معك هشام الساكنه ديال هاد قبيله ولاد دليم من دوار الحجره. بالنسبه للمعاناه اللي تنعاني وبالنسبه لهاد الطريق هادي هاد المسالك الطرقيه هادي اللي خارجه من تنسيف ال 44 تنتفاجئوا بعض الحوايج اللي بعد الرموكات اللي تيدوزوا من هنايا اللي منوع عليهم باش يدوزوا، يعني ركبوا البلاك ديال المنع منوع عليهم من قل من 17 طن. هذوك الرموكات اللي تيدوزوا كاع يعني كاع هرسوا ديك الطريق، يعني تيعانوا من تنوليو نعانوا منها بزاف. حنا ماشي لنا الطريق الا بشي قوات النفس بعد الحوايج اللي ما شاء الله كاع يعني كاع تهرست كاع تشتات. ومني درنا البلاك ديال المنع يعني باقي تيدوزوا، يعني تنطالبوا السلطات اللي خصها دير الخدمه ديالها. يعني البلاك راه ركبوا والرموكات باقي تيدوزوا، يعني القناطر من التحت كلهم تشتاو، يعني الا شتيهم الا مشيتي صورتيهم يعني كلهم تغربلوا بقاو الحديد تيبان. يعني قل من 17 طن هي اللي باقيين دابا تيدوزوا مشرجيين. مني هضرنا ناجدنا الجمعيات بعدا راه راسلوا الجهات، ولكن راه باقي الرموكات هنا حاليا تيدوزوا. ياسين جبران رئيس جمعيه شباب حميده المسكيني ولاد دليم. الاشكال اللي كنعاني منه وكانت الساكنه بصفه عامه كتعاني منه هو الاشكال ديال الطريق، انه هاد الرميك هادو تكرفسوا عليها بزاف. عينا ما نهضروا مع المجلس الجامعه، ناقشنا معاه هذا الموضوع شفويا من 2021 لدابا 2024، ما كاينش شي تجاوب، ما كاينش شي حاجه. رغم انه من بعدا فاش درنا انه واحد الشكايه، واحد طلب ديال رفع الضرر، وكانوا فيه بزاف ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني، اللي كاين واحد شويه ديال التحرر انهم تحركوا وداروا البلايك. ورغم انه داروا البلايك الاشكال اللي باقيين كنعاني منه هو انه داروا البلايك وباقيين الشاحنات كيدوزوا، يعني ما كاينش شي تغيير. يعني هذوك الناس بحال هذاك السيد مول هذاك الشاحنات ولا مول هذيك الشركه، يعني هو على ما كيبان لنا حنا انه هو كيقول راسو انه فوق من القانون. يعني رغم انه كاين بلايك ديال المنع هو انه كيستغل الطريق، وباقى الطريق والطريق تكرفصات، يعني ولات واحد الحاله ما شاء الله. يعني الناس ما بقاش كتلقى حتى ترونسبور تما، فاش كتقول شي واحد يدخل هذيك الطريق كلهم الناس كيهربوا منها، ما بقاوش لانه باش يدخل تما بطوموبيلته ولا شنو هو راه غادي تهرس ليه شي حاجه فيها ولا غتقاس ليه الطوموبيل، يعني عنده الخساره في هذيك الطريق. رغم انه جوج الناس اللي واحد مات هنا، ها واحد القصب يعني توفى، يعني بواحد 96 تلاقى مع واحد الطوموبيل يعني توفى، واحد الرموك يعني توفى، كسيده الاخرى حتى هي مع رموك. هضرنا يعني تيقول لك يعني مني جاوا كاع الجوندارم هنا هضرنا معاهم قال لك مني ما كاينين البلاك حنا ما عندنا ما نديرو، ما عندناش الحق نحبسوهم، والبلاكات المنع هي قدام كاينه. اينا ما نتشكاو راه باقي دابا حاليا تناشدوا الوالي ديال الجهه ديال مراكش، تنحاولوا يدخلوا السلطات يعودوا يراقبوا الطريق. يعني هاد الطريق هادي راه شبه قدرون، يعني ماشي طريق رئيسيه باش يدوزوا الرموكات باش يدوز الحديد اكثر من 17 طن. يعني هاد الطريق ديزا فكا العزله على بعض الدوار، 14 دوار هي اللي دايرينها. يعني قناطر على قد الحال يشبه قدرون، الزيت واحد شويه الكاياس واحد شويه، ولكن دابا شكون دوك الاعضاء اللي في الدوائر اللي خاصنا هما اللي خاصهم يهضروا علينا، وهما نايضين دابا بحال قلتي نايضين ضدنا، نايضين الزكير شادين الزكير. يعني الطريق تهرس ولا مني تهرس الطريق الرموكات راه غادي يدوزوا من بلاصه اخرى، شكون غادي يدفع الثمن؟ هما اللي حنا اللي ساكنين في هذه المنطقه هنا، حنا اللي غادي نبقاو نتكرفصوا. وحنا كان ديجا عندنا هذا البيست هذا كله كان مكرفص، ما شلنا الا بزز والطلبات وزيد وغوت يلا دوزوا هذا الطريق، ولكن انت شوف راه كاع مدقدقا راه غادي يمشي معاه ما غاديش عاد سير مع الطريق هذه اللي خارجه للقطاره هذه، ما بقيت غادي تدوز منها. اولا بعد هذا الطريق هذه ديال القطاره هذاك اللي دوزها انا خاصو ما عرفتش شكون اللي عطاه بين الطريق صافي راه فين، يعني راه هي راه ما طريق ما والو. إيه اذا كنا خلاوها بعدا راه غادي يدوزوا الناس، دابا عاد تحفرت اكثر من داكشي اللي كان فيها. باش تطالبوا دابا تنطالبوا خط الطريق بعدا خاصها، الا بغاو هاد الرموك هاد خاصهم يدوزوا تدوز خط طريق اقليميه. الا دخلتي دابا الخريطه التفاعليه راه كاينه 2011 خارجه لسيد الزوين، ها هي جات لهنا عند البلاكه. حنا هاد البلاكه هذه طريق اقليميه، ولكن هاد الطريق اللي دارت عندنا حنا طريق غير فك العزله، يعني ماشي طريق اقليميه، ما عندش الرموك الحق يدوز منها. واش فهمتي؟ ما عندش الحق الرموك يدوز منها، يعني القناطر اللي كاينين ماشي ديول هذوك. شي نهار غادي توقع شي كارثه، حنا تناشدوا الجهات المعنيه يحاولوا يخرجوا ويشوفوا هذا الشيء اللي واقع هنا في جامعه ولاد دليم. لا حول ولا قوه الا بالله، والله يهدي هاد الناس. حنا الناس اللي صوتنا عليهم الاعضاء ديال الدوائر ولا بزاف ولا المجلس ولا واخا دير كاع جميع الطلبات ما كاينش اللي يهضر معك،
ولكن الحمد لله المجتمع المدني مشى راسل الجماعات، الجماعه والو ما دارت مع والو، كان راسل الولايه باش خرجوا هذا البلاك دابا يلاه ركبوا، ولكن الرموكات راه باقي تيدوزوا. حنا دابا تنطالبوا، اما الا بقاو بيدوزوا تصوب الطريق تولي طريق اقليميه، ديك الساعه يدوز ما ماشي مشكل، يعني هو راه من حقه يدوز، ولكن هذه الطريق هذه من حقنا حنايا نطالبوا بان هذه الرموكات تمشي، يعني من يتهرس راه حنا اللي غادي ندفعوا الثمن، حنا اللي غادي نبقاو محاصرين هنايا، يعني الطريق ماشي لنا الا باش يقعد الناس ويجي واحد يهرسها لك ويعاود ثاني، والله ما تصوب، صوبها سيدي دوز ماشي الرموكات. الطريق تقريبا تصوبت في 2002 تقريبا على ما اظن، ما عنديش بالضبط، ولكن بين 2001 و2002 تقريبا فاش تصوبت الطريق، ومن هذيك من 2000 ونقول حنا من غير من 2003 لدابا الطريق كانت مزيانه حتى 2021 ما فيهاش مشكل، رغم انه كيستغلوا الساكنه بكثافه، يعني كاع دوك راه فك العزله تقريبا على شي 20 دوار اللي كيستغلوا هذيك الطريق. ملي جاوا هاد الشاحنات وجا هاد السيد مول هاد الشركه هادي وفتح هاد المجال اليوم باش يدخلوا مع هاد الطريق، دمرت هاد الطريق بزاف. الساكنه كتعاني في الصمت، راه كلشي الناس كتشكى، كلشي كتهضر على هاد المشكل ديال هذا ديال هاد الرميك. ملي كيمشيو عند الجهات المسؤوله اللي في واو، المهم رئيس الجماعه هو اللي عنده، هو اللي كيتحمل المسؤوليه، هو اللي عنده السلطه باش انه يكتب شكايات ويراسل الجهات المعنيه باش يوقف يوضع حد لهذه المزاله هذه، رغم انه الساكنه كتمشي عند الرئيس كتهضر معاه الله يجزيكم بخير، والاعضاء اللي معاه الله يجزيكم بخير، راه كنعانيو من هذا المشكل ديال احنا كنطالبوا غير بان هذوك الرميك ما باقيش يدوزوا مع هذيك الطريق حيت لانها تكرفصات، وكنطالبوا بالاصلاح ديالها، رغم انه هذيك الطريق واخا كاع ما يبقاوش يدوزوا هذيك الطريق راه تفسدات، راه مشات في حالاتها هلكوها بزاف، يعني راه شاحن واش طريق ان طريق ديال فك العزله ماشي طريق رئيسيه، ورغم ويجيو التقنيين اللي عندهم تخصص في هذاك الشيء ويشوفوا غير واحد القنطره كاينه تما شاده القنطره كبيره ديال واحد الواد واش كتحمل هذاك الطوناج ديال هذوك الرميك، اما يمكنش راه الله جاب الله جات شي شتا كثيره وداز هذاك الواد هذيك القنطره تهود في حالتها، ما غادي باقي يدوز ولا الرميك ولا الساكنه. الرميك يهزوا على ما اظن الرمله ولا والكياس من هذيك على ما اظن هو اللي من هذيك الشركه، ما عندناش درايه بهذه الامور هذه.